مرحبا يا شباب، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناتنا اوتو سكان. اليوم يا شباب موضوعنا كيفيه يتم تحديث وطه ستينك دياج عند عمليه الشراء لاول مره، اظن عند الوصله. حندخل هنا على برنامج دياج زون برو، حضفته عند البرنامج. حروح انا عندي على الابديت، لاحظين عندي هنا ابديت، هتفتح عند القائمة الخاصة بالتحميل. طبعا يا شباب لاحظين عندي لو انا بدي احمل اقوم بتحميل نوع معين من السيارات، بختار انا حسب النوع اللي عندي حسب الموديل. لاحظين يا شباب انا بختار حسب انا النوع اللي اقوم بتحميله، بختار هنا سيلكت اول تحت، لاحظين عندي تحت بقوم بتحديث سيلكت اول، بيبدأ عندي يحدد لي كل انواع السيارات اللي انا هقوم بتحميلها. اعمله هنا تحت ابديت. طبعا لازم يكون يا شباب جودة الانترنت تكون قوية جدا. بيبدأ هنا عندي يحمل لي. طبعا يا شباب البنت من تحميله بنتقل الى الصفحة الرئيسية الخاصة بالتحميل. لاحظين عندي هنا شباب بدخل هنا عندي على الاودي، هنا عندي كل انواع السيارات مثل ما ظاهر عندنا هنا هيك، في ام دبليو او اي دي ساتروين. لاحظين يا شباب بعد انت من عملية التحميل كل قائمة على حدة بنتقل الى القائمة الثانية. مثل ما اتفقنا لازم يكون عند الانترنت جيد. طبعا عند انتهاء العملية بقوم انا بالنزع مرة اخرى واعادة التحميل مرة ثانية. طبعا هو حياخد معنا بعض الوقت تحميل كل الملفات.